في الحقيقة في صدى كبير وهائل وممتد لكل الفعاليات والحفلات اللي اتعملت في مهرجان العالمين اللي أتى تحت شعار العالم عالمين. نجح المهرجان ده بالفعل إن هو يروج لمدينة جديدة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، والأول مرة ربما يحصل هذا الأمر. حصل إزاي ده؟ حصل من خلال أجندة فعاليات متنوعة وزاخرة بأنشطة موسيقية، بأنشطة رياضية، بأنشطة ترفيهية، ربما بتحدث لأول مرة على أرض مصر بهذا التنوع الكبير وبهذا الزخم الكبير في نفس التوقيت وعلى نفس الأرض. في الحقيقة يا مصطفى، يعني مهرجان العالمين، وللأسف كان يمكن امبارح الختام بتاعه لمهرجان العالمين، من أكتر الحاجات اللطيفة جدا اللي حصلت في هذا الصيف، صيف 2023، واستمتعنا جدا بيها مع تنوع الأنشطة والفعاليات. يمكن احنا بنتكلم دايما انه صعب انك ترضي جميع الأذواق ولكن وجميع الأعمار، لكن انت نجحت انك تعمل ده في مهرجان العالمين، لانه في الحقيقة كان في تنوع كبير قوي في الأنشطة وفي الفعاليات اللي كانت بتقدم لنا من خلال المهرجان، من أول الجيل بقى لما شفنا بطولة الجيل الذهبي من كرة القدم، لما كلنا كنا بنحب قوي نتفرج عليهم وبنتابع كرة القدم المصرية اللي احنا بقى ايه دي تربينا عليها، مشاركة طبعا كابتن أحمد حسن، كابتن خالد بيبو، كابتن شادي محمد وغيرهم من النجوم الكتير قوي، وجماهير كتيرة قوي حضروا هذه البطولة. في بنتكلم على يمكن شفنا البادل والتيك بول، وشفنا تشالنجز او السباقات او تحديات الجيت سكي، شفنا حاجات مختلفه جدا، كل انواع الفنون يمكن شفناها على ارض العالمين السنه دي، مهرجان الدراما، الفاشن شوز، كل الحاجات الجميله دي شفناها باختلاف فعالياتها، باختلاف خلينا اقول التارجت، او ان انا بشوف أنا عايز مين من الناس اللي عايزين يحضروا المهرجان، وقدر إن هو يجمع كل الأعمار المختلفة والأذواق المختلفة على أرض واحدة. بدون شك خليني أقول المهرجان انعكاس طبيعي للنجاح والاهتمام اللي الدولة المصرية بتوليه يعني للمهرجان في فترة وجيزة جدا خليني أقول قدرت تحقق نجاح كبير جدا، يعني وخلت البقعة اللي كانت خليني أقول مليئة بألغام، وخليني أقول كانت يعني غير آمنة بالمرة، النهاردة قدرنا نخليها بقعة سياحية ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط بمستوى تصميم وتنفيذ خليني أقول عالمي، عشان كده ظهرت طبعا المدينة بالشكل المبهر ده طول فعاليات المهرجان اللي شارك فيه نخبة كبيرة جدا من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مجالات مختلفة على مدار موسم الصيف يا مصطفى. صحيح، وده اللي بيخلينا نسأل يا باسنت نبني ازاي على هذا النجاح حقيقي، ازاي بقى يعني هنعمل ايه بعد كده؟ احنا عندنا خطوة جابت لنا فوق المليون سائح في فترة زمنية وجيزة، قدرنا نحول أرض كان محدش بيمشي فيها تحديداً 21 مليون لغم لأرض يجي ليها مليون سائح في حوالي شهرين وشوي، ده في حد ذاته إعجاز. قدرنا نحول هذه الأرض لمكان مليء بالفعاليات وبالأحداث. طيب هنكرر ده إزاي؟ هنعمل ده إزاي؟ هنستفيد من التجربة دي إزاي؟ هل نفكر بصوت عالي ان احنا نعمل مهرجان تاني في شرم الشيخ او الغردقة في الشتاء؟ هل نعمل حاجة في أسوان؟ هل التجمع ده يجذب كل السياح ما بين حفلات وأنشطة ترفيهية وخلاف ممكن يدخل عملة صعبة فنستفيد بهذا الزخم ونعمل حاجة في رأس السنة؟ نعمل ايه؟ ده السؤال اللي احنا في صباح الخير بنسأله، وبنأكد إن المهرجان ده قدر إن هو يقدم تجربة مختلفة جداً على ساحل البحر الأبيض المتوسط. الجميع أشاد بتنظيم المهرجان، الإخوة العرب كلهم جم والحجوزات كانت مليانة، كل الفنادق كانت فولي بوكت. المهرجان ده بالفعل أعاد بقوة سياحة المهرجانات للواجهة. خلينا نقول سياحة المهرجانات دي هنعمل فيها إيه؟ هنشتغل عليها ازاي؟ ربما ده يبقى سؤالنا اللي هنشتغل عليه النهارده ايضا في صباح الخير لمصر. ويمكن يعني خليني اقول التنظيم الشديد ده
الحرفية الشديدة دي حاجة متعودين عليها من المتحدة للخدمات الإعلامية في الحقيقة. يعني النجاح الكبير ده في النسخة الأولى من المهرجان ده، خلينا أقول إنه ده إشادة كبيرة جدا من مش منا إحنا بس كإعلاميين، لا كمان من الجمهور اللي حضر الحفلات والفعاليات اللي كانت موجودة على أرض العالمين، إنه نجاح كبير قوي في النسخة الأولى من المهرجان. إحنا بنتكلم أول مرة بنشوف هنجرب هنعمل إيه، لكن في الحقيقة الناتج كان في الآخر حاجة جميلة جدا، اختلاف وتنوع كبير قوي قدر إن هو يبقى فيه بسببه إقبال كبير قوي خليني أقول على الحفلات اللي هي بترضي جميع الأذواق. زي ما تكلمنا الأذواق بقى الفنية المختلفة، يعني هتلاقي حفلات بقى لنجوم مصر المختلفين. شفنا تامر حسني، وخليني أقول أنه من الحفلات اللي كانت لطيفة قوي بالنسبة لي، لأنه تامر حسني من المطربين اللي بيعرفوا مش بس يقدم أغنية كويسة لكن كمان يقدم شو حلو. يعني شفناه وهو داخل وهو طاير كده في الأول، من الحاجات اللي كانت لطيفة جدا جدا. طبعا شفنا بقى الفنانة الكبيرة العظيمة أنغام اللي بحبها جدا وعجبتني الحفلة قوي، كان نفسي أكون حاضرة الحفلة دي. شفنا طبعا اللي بيحبوا بقى اللون الشعبي اللي استمتعوا بحكيم ورضا البحراوي وغيره وغيره، طبعا شفنا الفنان الكبير أحمد سعد. ولكن كمان الاختلاف في الأذواق ده اللي بنتكلم فيه، إنه الجيل اللي أصغر شوية اللي بيحب بقى ويجز ومسلم وبيحبوا شارموفرز، يمكن امبارح كان موجود شارموفرز وكايروكي، الحفلة الرهيبة اللي كانت مليئة بالحضور ومليئة بالجمهور الكبير جدا من الأعمار المختلفة اللي بتتفرج على كايروكي وبيحبوا بيسمعوا كايروكي. شفنا نجوم عرب نورونا زي راغب علامة، إليسا، نانسي عجرم، يعني كله كان موجود، الشعبي موجود، الراب موجود، الطرب موجود. شفنا مدحت صالح طبعا الكينج، والدويتوهات الجميله اللي كانت موجوده ما بين الكينج وحميد الشاعري وغيره وغيره. الحقيقه التنوع ده هو اللي خلق حاله اقبال كبيره جدا من عند الجمهور على حفلات وفعاليات المهرجان. وزي كان مصطفى بيقول، مش بس الجمهور المصري، لا احنا شفنا اقبال من الجمهور العربي، خليني اقول يعني ناس كثيره من يعني اخواتنا العرب من الخليج العربي، من لبنان، من سوريا، من غيره من غيره، كانوا موجودين على أرض العالمين عشان يحضروا فعاليات المهرجان. في الحقيقة نسخة ناجحة جدا من المهرجان، وإحنا متضايقين إنه خلاص إحنا كده بنقول خلاص الصيف خلص، يعني بانتهاء الفعاليات المهرجان إحنا كده بنقول إن الصيف خلص. استمتعنا جدا جدا بكل حاجة حصلت في المهرجان، وبنشكر القائمين على مهرجان العالمين اللي قاموا بشغل كبير جدا ناجح جدا، وإن شاء الله في انتظار المزيد من النسخ الناجحة.